60% نسبة تقدم الأشغال بأكبر محطة لتحلية مياه البحر بقرصو التي تدخل ضمن البرنامج الاستعجالي لرئيس الجمهورية 12 شهراً مدة الإنجاز. عصرنة النظام البنكي المهمة الأساسية لتجمع النقد الآلي 18 بنكاً عمومياً وخاصاً بالإضافة إلى بريد الجزائر طرف فيه. الاستثمار في مجال صناعة بطاريات السيارات بأنواعها ورسكلة البطاريات المستعملة يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد من هذا المنتوج. العينة من ولاية أم البواقي. وأخيراً تتابعون كالمعتاد فقرة ضيف البديل. هذه أبرز المحطات التي سنتوقف عندها في عدد اليوم من البديل الاقتصادي. مشاهدينا سنلتقي مع التفاصيل بعد قليل، ابقوا معنا. البديل الاقتصادي، أهلا بكم. أطيب التهاني بمناسبة العام الجديد مني أنا بشرى بوشعيب ومن طاقم البرنامج. نحن هنا بقرصو ولاية بومرداس حيث هذه المحطة لتحلية مياه البحر، وهي للإشارة أكبر محطة من أصل 3 التي تدخل ضمن البرنامج الاستعجالي لرئيس الجمهورية. هي حاليا قيد الإنجاز مثل ما تشاهدون، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بها حوالي 60%. ولمن يسأل عن طاقة استيعابها، الجواب 80,000 متر مكعب يومياً. هذا الاستثمار الكبير يسند لأول مرة لشركات وطنية التي ستنجز المشروع في وقت قياسي لن يتعدى 12 شهراً. تحد كبير، يقول الزميل محمد بولعراق الذي قام بالتصوير بذات المحطة. ريبورتاج. في إطار البرنامج الاستعجالي لرئيس الجمهورية، محطة قرصو بولاية بومرداس هي أكبر محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تقدر ب 80,000 متر مكعب. محطة تحلية مياه البحر قرصو محطة ذات سعة قدرها 80,000 متر مكعب يوميا، على مساحة قدرها 6.2 هكتار، بتكنولوجيا أوسموس أنفرس. هذه المحطة منجزة على 3 مراحل، لو سيستم دو كابتاج. نروحوا المرحلة الثانية، هي مرحلة لو بري تريتمون اللي هي مهمة جدا، ومن بعد نروحوا المرحلة الثانية، مرحلة قلب المشروع وهي الأوسموس أنفرس، واخيرا هي مرحله تاع لو بوست تريتمون. اون في لو تريتمون تاع الماء باش اون فالو بوتابيليزي باش بور لو ليفري لو سيتويان. مشروع محطه تحليه مياه البحر بقرصو يندرج في اطار البرنامج الاستعجالي لرئيس الجمهوريه المتمثل في انجاز 3 محطات على مستوى الباخره المحطمه بسعه انتاج 10,000 متر مكعب، على مستوى المرسى بسعة إنتاج 60,000 متر مكعب، وقرصو 80,000 متر مكعب. في تجربة أولى محطة قرصو أسند إنجازها لشركات جزائرية 100%. الأشغال هنا تسير بوتيرة متسارعة وبفريقين يعملان ليل نهار. نسبة تقدم أشغال الهياكل القاعدية وصلت إلى 60%، وينتظر انتهاء الأشغال في الآجال المحددة. نسبة الأشغال شارفت على 60%. نعمل بفرقتين ليلية ونهارية على مدار 20 ساعة. تقريبا كل المنشآت الخرسانية كاملة، في فقط بعض الرتوشات الأخيرة وهي جاهزة لاستقبال المعدات. وكما تعلمون مثل هكذا مشاريع آنفا كانت تنجز من طرف شركات أجنبية بالعملة الصعبة وفي مدة لا تقل عن 3 سنوات، واليوم بفضل السياسة الرشيدة للدولة أصبح وإعطاء ثقة في كل ما هو جزائري. اليوم هذا تحدي بالنسبة لنا أن نقدم مشروع في هكذا مجال،
ومن نمنع على الأقل استنزاف العملة الصعبة ونمنع احتكار الأجانب لمثل هكذا مشاريع. أما القناة الرابطة بين محطة الضخ بقورسو وقنوات الشبكة الرئيسية التي تزود ولاية بومرداس والجزائر العاصمة بالمياه الصالحة للشرب فالأشغال شارفت على نهايتها. مشروع رئيسي لإنجاز قناة ربط محطة تحلية مياه البحر بمدينة قورسو، والقناة الرئيسية سبات الفين اللي هي رابطة بين ولاية تيزي وزو والجزائر العاصمة. كمية المياه التي تتضخ عبر هذه القناة حوالي 80,000 متر مكعب يوميا. الإنجاز راه واصل نسبة متقدمة ب 94%. بقي ربط القناة الرئيسية بمحطة الضخ، وقناة ثانية الربط في مستوى القناة القادمة من تيزي وزو نحو الجزائر العاصمة. دونك القناة اللي فيها طول 3 كيلومترات خاصة مصنوعة من بوليوريتان رونفورسيون فيل دو دوفير، وهي كما يقولوا التركيبة تاعها اللي تصلح فيها بور لي زون نون كونفونسيونال. سبيسيالمون بور لي زو دو ديسالمون لا دويت في تاعها طويلة أحسن من القناة الكلاسيكية اللي هي المعادن ولا الفونت. القناة الرئيسية ذات القطر 1000 نوع بي ار في على طول 3 كيلومتر. الشركة المنجزة هي شركة إدرو أميناجمون وهي سواعد جزائرية. المشروع تحدي للشركات الجزائرية رغم بعض العراقيل التي واجهت المشرفين عليه. هذه المعدات نستوردها من الخارج من بلدان آسيوية أوروبية وحتى أمريكية. وضعنا مخطط مع الشركة صاحبة المشروع AUC لتقديم المشروع في أجله وفي أواخر شهر أفريل. احتياجات ولاية بومرداس من المياه الصالحة للشرب حسب مختلف مكاتب الدراسات تفوق 250,000 متر مكعب يوميا. كان يجينا نهار بنهار، دوكا عاد يجينا يومين بيومين، ويومين يطلقوا لنا الماء العشية، كل يومين يطلقوا لنا عشية. سي ماشي ما يجيش خلاص وماشي كاين كل يوم، صافي عندنا المشكل تاع الماء يجي ويروح. مشروع كبير راه يفك الأجل على الولاية تاعنا والولاية وبلدية قورسو خاصة اللي راني نعانيو منها. أنا حاليا أنا تاجر راني نشري تقريبا يوميا راني نجيب شاحنة الماء 150,000 يعني خسارة بزاف يعني. إيه ماذا بينا المشروع هذا يتحقق، ماذا بينا هنا المشروع هذا نشربوا منه قبل ما يدخل الصيف. للاحتياجات يعني التي تم إحصاؤها من مختلف مكاتب الدراسات يعني راهي في 253,000 متر مكعب يومي، يعني العجز الحالي راه حوالي 73,000 متر مكعب يومي. بالأرقام ولاية بومرداس تنتج حوالي 180,000 متر مكعب يومي، منها 50,000 متر مكعب يومي من محطة تحلية مياه البحر اللي كاب جنات اللي راهي في الخدمة. عندنا حوالي 50,000 متر مكعب يومي من المياه السطحية اللي جينا من 6 قصبت، وعندنا حوالي 64,000 متر مكعب يومي اللي هي مياه جوفية عن طريق الآبار الارتوازية اللي راهي في الخدمة. عددها حوالي 87 بئر هي في الخدمة حاليا. دونك فيما يخص الخدمة العمومية يعني في التوزيع عندنا حوالي 15% من الساكنة راهي تمون يعني بصفة يومية سي دي كوتيديان. عندنا حوالي 31% راهي تمول حاليا بنهار على نهار يعني يجور لي سيلدو، والباقي اللي هي 54% راهي تمول يوم على ثلاثة فأكثر. دونك هذا المشروع هذا إن شاء الله راح يسمح لنا باش نغطي نسبيا العجز اللي هو يعني مقدر حاليا بحوالي 75,000 متر مكعب يوم. المشروع الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية سيجعل ولاية بومرداس في أريحية من توزيع المياه الصالحة للشرب. هذه هي
الطريقة العصرية لسحب المال من رصيدك. أنت تحتاج فقط لهذه البطاقة البنكية ورقمك السري. العملية مؤمنة 100%. كيف ذلك؟ ترتكز استراتيجية عصرنة النظام البنكي في الجزائر على عدة مهام مسطرة مسبقاً، منها تحديد العلاقات النقدية ما بين البنوك وضبطها بقواعد مشتركة، يضاف إليها المصادقة على مطابقة نشاط النقد الآلي والتجارة الإلكترونية لمعايير السلامة والأمن المحددة وطنياً ودولياً، دون إغفال محاربة الغش الذي قد يطال المعاملات المالية. كل هذه المهام تصطلع بها هيئة تسمى تجمع النقد الآلي التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 2014، وينخرط فيها 18 بنكاً عمومياً وخاصاً بالإضافة إلى بريد الجزائر. الزميل محمد عمراني زار تجمع النقد الآلي وعاد لنا بهذا الروبورتاج. سجل القطاع البنكي في الجزائر خلال الأعوام الثلاثة الماضية خطوات متسارعة لتدارك التأخر في ولوج الرقمنة والشمول المالي ما بين البنوك. ولتنفيذ استراتيجية السلطات العمومية لعصرنة النظام البنكي، أوكلت المهمة إلى تجمع النقد الآلي. تجمع النقد الآلي هو هيئة متكونة من كل البنوك الوطنية القائمة في المصرفية في الجزائر، وكذلك بريد الجزائر. المهام نتاع تجمع النقد الآلي هو أولا ضبط كل ما هو تعاملات بين البنوك وبريد الجزائر في ميدان الدفع الإلكتروني، أن يكون هناك ضبط التعاملات وكذا العمليات بين هذه الشركات. كذلك مهمة أخرى وهو تطوير ما هو الدفع الإلكتروني في الجزائر. الأرقام المحققة في الميدان تشير إلى تسليم أكثر من 12 مليون بطاقة بنكية لزبائن البنوك، وأكثر من 41 ألف جهاز للدفع الإلكتروني للتجار، مع اعتماد 279 منصة للتجارة الإلكترونية، مكنت من إجراء حوالي 21 مليون عملية بيع وشراء إلكتروني منذ إطلاق هذه الخدمة. باستعمال المنصة الحالية، منصة يمكن التاجر أن يدمج، يكون هناك إدماج ويقوم ببيع عبر الدفع الإلكتروني في بعض الأيام، أسبوع على الأكثر. وإحنا عندنا برنامج مع البنوك وكذلك بريد الجزائر، لكن يعني نكون هناك في سنة 2023 يكون هناك حضور أكثر لهذه أجهزة الدفع الإلكتروني عند التجار بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة. مهمة تأمين التعاملات البنكية الآلية والإلكترونية يسهر على تنفيذ كل مراحلها إطارات يشتغلون ضمن أقطاب متخصصة تابعة لتجمع النقد الآلي. هناك مقاييس يتم وضعها في على مستوى مجمع النقد الآلي، وهي متوفرة على مستوى الموقع الإلكتروني لمجمع النقد الآلي. هذه المقاييس يستطيع الإطلاع عليها هذا المتعامل والتأكد من أن جهازه يوافق هذه المعايير، فيتم بعد ذلك هناك مقاييس عملية يتم من خلالها توفيرها على مستوى الجهاز، سواء في على مستوى التطبيق الآلي لعملية الدفع الإلكتروني، فهذا التطبيق يكون ملائم لمنصة الدفع الآلي المتوفرة في السوق الجزائرية. عضو محاربة الغش بشر مهامه شهر جانفي 2020، وذلك بالتزامن مع إدماج بريد الجزائر ضمن شبكة النقد الآلي. القطب مكلف بمهمتين رئيسيتين، الأولى تتمثل في الوقاية من حدوث الغش باستعمال تطبيقات وإجراءات أمنية، أما المهمة الثانية فتبدأ حال اكتشاف محاولة تحايل، وتدخلنا هنا يعمل على الحد من الأضرار أو منع وقوعها.
قطب الدراسات والتطوير مسؤول عن وضع القواعد المتعلقة بالتعاملات النقدية والأجهزة المدمجة في النظام المصرفي الجزائري. وعلى سبيل المثال، الشروط المحددة لاستعمال البطاقة البنكية تعد مرجعاً يتقيد به جميع المتدخلين في النظام المصرفي، ونفس هذه القواعد تحدد أيضاً شروط استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني والموزعات الآلية للنقود. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وبنك التنمية المحلية على سبيل المثال استطاع بلوغ الريادة في مجال العصرنة. فائدة أرباب العمل تسمح هذه الخدمة بدفع أداءات ضمان الاجتماعي المصرح بها عبر بوابة تيلي ديكلاراسيون بصفة فورية وآمنة وعلى مدار 24 ساعة على 24 ساعة دون عناء التنقل أو تقديم أي وثيقة. يكون الدفع عبر ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي بطاقة تبادل بنكي أو كارت سي بي أو حتى بطاقة ذهبية التي تم إدراجها مؤخرا. طريقة ثانية هي طريقة الخدمة البنكية الإلكترونية أو الإي بانكينج، أو عن طريق خدمة تبادل البيانات المعلوماتية وهي الـ Payment ID. قام البنك بتنصيب أكثر من 8000 جهاز دفع إلكتروني لدى التجار ممارسي مختلف الأنشطة التجارية على مستوى جميع التراب الوطني وكذلك المتعاملين الاقتصاديين. بالنسبة لعمليات الدفع الإلكتروني المسجلة على هذه الأجهزة فقد قدرت خلال هذه السنة بأكثر من 800000 عملية، مما يمثل زيادة تقدر ب 13% بالمقارنة مع السنة الماضية. كما نشجع حاملي البطاقات البنكية على استعمال هذه الخدمة، خاصة وأن عملية الدفع مجانية أي بدون اقتطاع رسوم. ولكن بين التاجر والمواطن تفاوت في التعاطي مع العصرنة التي يشهدها القطاع البنكي. في الحقيقة هادو الدي بي يو عندنا حوالي 4 سنين اللي جبناهم يعني، والله يبارك صافي بليزير انسان يفيتي يعني الدراهم بزاف يجي في الاخر يفيتي مع سورتو مع المالادي هادي بزاف الانسان يمس دراهم بزاف تي مليح. حنا مادابينا ما نرفدوش الدراهم معنا، يعني لو كان نقدروا نستعملوها بسهولة. انا مادابيا ندير الكارطه ولا ندير الدراهم معايا؟ بصح جاب لي ربي يعني لافورماسيون قليله، لازم المواطن يكون على باله باللي نقدروا نستعملوها، لازم كيما نقولوا ان ترافاي دافورماسيون بور نو انكوراجي. في ميدان الابتكار المالي شركة نشأناها دخل كبير في إدماجها في ميدان الدفع الإلكتروني، أولا بوجود حلول أو طرق سهلة لإقبال المواطنين على استعمال الدفع الإلكتروني، كذلك تجار لاستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني. هناك شركات ناشئة قدرت يعني كما نقولوا تصنع بديل لأجهزة الدفع الإلكتروني اللي يكلف أقل من التكلفة الحالية لجهاز الدفع الإلكتروني. ولتحقيق رهان العصرنة والرقمنة يتوجب على القطاع البنكي استغلال التطور الذي يشهده سوق الهاتف النقال في الجزائر الذي سجل أكثر من 48 مليون مشترك خلال 2022، وذلك من أجل تعميم استعمال الدينار الرقمي الجزائري الذي تعمل الحكومة على تجسيده. إلى وقت قريب كانت نفاية البطارية المستعملة تشكل خطراً على البيئة والصحة العمومية، لكن مع بداية الاستثمار في مجال صناعة بطاريات السيارات بأحجام وأنواع مختلفة، شرعت معظم مصانع البطاريات في تشييد وحدات تحويلية فضلاً عن صناعة بطاريات السيارات. هذا وقد تم الاستثمار في استرجاع ورسكلة البطاريات المستخدمة بهدف تأمين احتياجات المصانع من المادة الأولية.
العينة من بلدية عين بليلة ولاية أم البواقي، حيث أنجزت الزميلة نوال صويلح هذا الربورتاج. أكثر من 40,000 طن من البطاريات المستعملة يتم إعادة تدويرها يومياً لاستخراج حوالي 20,000 طن من الرصاص، كمية كافية لصناعة ما يقارب 4,000 بطارية جديدة بأنواع وأحجام مختلفة. نادنا هنا الفور يقوم بإعادة تدوير المادة الخام باش يحولها لمادة الرصاص الخام. الرصاص هذا نعود نلوحوه في الفور، عندنا الفور هذا السعة تاعو تكون 12,000 طن، ودرجة الحرارة تاعو اللي تكون توصل 1500 درجة مئوية. من الفور هذا نخرجوا نسبة رصاص خام توصل 45,000 طن في 24 ساعة، نخدموا بها حوالي 4,000 بطارية. رانا واصلين 6,000 طن من البطارية القديمة، دورناها عملنا لها الرسكلة، هذه تخرج لنا بتقريب 4,000 طن من الرصاص. إضافة إلى الرصاص الذي يعتبر المادة الأولية في صناعة البطاريات، هناك مادة البلاستيك التي كانت تستورد في الماضي القريب، لكن مع دخول مصنع إعادة رسكلة البطاريات حيز الخدمة، ساهمت هذه العملية في تقليص فاتورة الاستيراد بإنتاج ما يقارب 6,000 وحدة من أغطية وصناديق البطاريات إضافة إلى إكسسوارات السيارات. الشركة يعني الأولى من نوعها على المستوى الوطني لصناعة هذه المنتوجات، وبفضل الشركة يعني أكثر من 10 مصانع اليوم حبسوا الاستيراد لهذه المنتوجات، وبفضل الكفاءة الشركة طورنا الإنتاج في البدء بإنتاج قطع غيار السيارات مثل لي فاز دو اوتوموبيل، لي جوان دو كاش كيلبيتور، واليوم يعني طرحنا المنتوجات في السوق بأسعار جد ممتازة وبجودة عالية، يعني بجودة عالية. المصنع يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة، 7 أيام على 7 أيام، يعني ما نتوقفوش على الإنتاج نهائيا. عدد العمال هو اليوم في 70 عامل، وهو يعني في تطور، كل شهر عدد العمال يزيد، وعدنا طموحات في تطوير الاستثمار أكثر وإنتاج منتوجات أكثر. مصنع البلاستيك التابع لمصنع البطاريات ساهم في رفع نسبة الإدماج لتصل إلى 96%، وبقدرة إنتاجية تقدر ب 450,000 بطارية في السنة، ما سمح بتغطية احتياجات السوق الوطنية. عدد العمال نتاعنا هو 210 عامل أبوني. السوق نتاعنا متواجد على 58 ولاية، يعني كل ولايه نعملوا عندنا الريبريزونطون تاعنا، واليوم رانا نحوسوا على زبائن بالخارج. من جهه اخرى، مصنع البطاريات الذي دخل حيز الاستغلال سنه 2015 وصلت نسبه الادماج به الى 93%، وبقدره انتاج تفوق 1,000,000 بطاريه في السنه، في انتظار ولوج السوق العالمية سنة 2023 من خلال اقتناء آلات حديثة ستساهم في تحسين وزيادة الإنتاج ليصل إلى 3 ملايين بطارية سنويا. يتم توزيع المنتج تاعنا في كامل تراب الوطن، رانا نغطيو حاليا 40 حتى 45% من السوق الوطنية ومن الإنتاج المحلي. فيما يخص التصدير، عندنا عدة عروض اللي جاتنا من الدول الشقيقة وأيضا من الدول الأوروبية. عندنا مشاريع اللي توسعت، والله كما يقولوا نزيدوا القدرة الإنتاجية تاعنا والتنويع. أيضا فيما يخص بطاريات أجيام، بطاريات صناعية، بطاريات طاقة شمسية، وبطاريات بطاريات الفوركليفت والآلات ولا الجرارات الكهربائية اللي رانا ان شاء الله في 2023 حتى 2024 هذا هو المشاريع المستقبليه راح تقوم بها الشركه تاعنا. قمنا باقتناء عده الات حديثه لزياده والتنويع في القدره الانتاجيه. هذه الالات هي فول اوتوماتيك،
ويعني من احدث التقنيات الموجوده في عالم البطاريات. ضمانا لجودة المنتوج وسلامة المستهلك، يتم إجراء اختبارات على البطاريات قبل تسويقها. اللي هنا عندنا في شاك لو قاعد حنا يخرجنا من البروديكسيون، نجيبوا لي باتري عندنا اللي هنا في اللابو ونطبقوا عليها دي تيست. كاين دي تيست الكتريك ودي تيست ميكانيك. دي تيست الكتريك باغ اكزومبل سي 20 بوفوار دو ديماراج اونديرونس اون سيكل، وعندنا اوتر تيست رانا قاعدين نديروا فيه ميكانيك وحتى حنا الفيبراسيون. هذا من اجل ضمان الجوده وكذلك ضمان صحه السائق لاستعمال لهذه البطاريه. اغلاق السوق الوطنيه بالبطاريات المحليه سيفتح مجالا للمنافسه بين المنتوج المحلي والاجنبي، ومن ثم تراجع فاتوره الاستيراد. هذه الان اخر محطه في البرنامج، فقرة ضيف البديل. الزميلة سهيلة حريرية حاورت ضيفها في مستهل 2023 حول الرهانات الاقتصادية الكبرى التي تنتظر الجزائر في ظل التحولات التي تحرك الاقتصاد الوطني والدولي. متابعة طيبة. الرهانات أولا فيه رهانات وتحديات خارجية وفيه رهانات وتحديات داخلية. من بنذكر على سبيل المثال التحديات والرهانات الخارجية هو استعداد الجزائر إلى انضمام إلى منظمة البريكس، وهو رفع من الناتج الإجمالي الداخلي إلى حدود 200 مليار دولار، ونعرف أن الجزائر لها إمكانيات أن تصل هذا الرقم المهم. هذا التحدي الأول. التحدي الثاني هو رفع من الإنتاج الطاقوي، لأن الجزائر تصدرت الدول المنتجة للغاز والبترول، وخاصة الطلب المتزايد من طرف الدول الأوروبية والدول المجاورة للجزائر. ونظن هذا أنه فيه يعني فيه رقم يجب أن تصله الجزائر، هو في حدود 100 مليار متر مكعب من الغاز، وهذا يسمح للجزائر أنها يعني تضع نفسها مع الدول المهمة في الساحة العالمية وخاصة الاقتصاد العالمي، لأنه اليوم العالم يعيش أزمة طاقوية مهمة جدا. هناك رهان آخر على الجزائر أن تواكبه، وهو الطاقات المتجددة. فالجزائر لها من الإمكانيات ما تجعل من هذه الطاقات المتجددة يعني محور ينافس أو يوازي أهمية الغاز والبترول. أما نتكلم عن الرهانات الداخلية، مواصلة الإصلاح الاقتصادي ووضع آليات كفيلة بأولا محاربة الفساد والرقمنة ومحاربة البيروقراطية وإصلاح إداري عميق، إصلاح المنظومة البنكية والمصرفية لتتماشى مع التحولات السياسية النقدية العالمية. الجزائر خلال سنة 22 يعني أطلقت أو يعني قامت بعدة إجراءات قانونية تنظيمية، ومن أجل يعني وضع الاقتصاد الجزائري على السكة الصحيحة، من بينها هو القانون الاستثمار، والذي أحدث ثورة في الشأن الاقتصادي الداخلي في الجزائر وحتى على المستوى الدولي. فيه استجابة وفيه طلب كبير على الاستثمار في الجزائر. فيه آليات أخرى لترافق قانون الاستثمار، هي الوكالات الدعم الاستثمار، وفيه كذلك إنشاء أو تخصيص وزارات خاصة ب ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى إلى ترقية المؤسسات الناشئة. وأنظن هذا يعني عمل جبار، لأنه خرجنا من يعني الحلول الظرفية الضيقة والحلول الاستثنائية، خاصة تلبية بعض مطالب الشغل أو البطالة. اليوم الجزائر في وضعت، قلت لك أنه رفعت من سقف التحدي.
الصندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة كان واضع يعني كان غير متأكد من الاستقرار الاقتصادي للجزائر، وكانت عنده مؤشرات وبعض الشكوك بين قوسين في ما يخص تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة الكوفيد. ونحن نعلم أنه حتى الاقتصاد العالمي، الجزائر ليست منعزلة اقتصاديا على ما يحدث في العالم، وبالتالي كانت الصدمة قوية جدا، ولكن بحنكة وحكمة الحكومات والسلطات العمومية في الجزائر تداركت وامتصت هذه الصدمة الاقتصادية، وبعدها تعافى الاقتصاد الجزائري وحقق نتائج إيجابية في النمو الاقتصادي، وتغيرت نظرة حتى الصندوق الدولي من يعني الشكوك التي كانت تراود حول تعافي الاقتصاد الجزائري، وحتى بشهادة بعض المنظمات الدولية التي تتابع الشأن الاقتصادي للدول أنه فيه مؤشرات إيجابية للاقتصاد الجزائري بأن يكون قاطرة الاقتصاد بالنسبة للقارة الإفريقية، وحتى تبوأ مكانة مهمة على أساس أن الجزائر تطمح إلى ولها استعداد كامل للانضمام إلى منظمة البريكس، وعندها من الإمكانيات ما يسمح لها بأن تكون ضمن هذه المجموعة وهذه المنظومة. الجزائر أو السلطات العمومية وضعت ثقلها في الجانب الاقتصادي، ولكن ما يجب أن لا نغفل عن الجانب الاجتماعي والجانب السياسي كذلك يلعب دور مهم. نأخذ مثلا على سبيل التنمية المحلية في الجزائر، التنمية المحلية اليوم راهي تسير من طرف مجالس منتخبة، هذه المجالس المنتخبة يجب أن تكون في مستوى تطلعات الاقتصادية للبلاد أولا، حتى أن السلطات العمومية تركز على خلق الثروة على المستوى المحلي، مساهمة المواطن في التنمية الاقتصادية. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من البديل الاقتصادي، نلقاكم بخير وعافية بعد أسبوعين من الآن. تحياتي تحيات فريق البرنامج، إلى اللقاء.